بدأ الأزهر الشريف التحضير لمؤتمر عالمي لنصرة القدس مقرر عقده في يناير المقبل بناء على دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. ويعقد الأزهر اجتماعات مكثفة للتحضير للمؤتمر الهادف لتأكيد على رفض القرارات الأمريكية الباطلة بحق القدس المحتلة وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة. في السياق يترأس الإمام الأكبر بعد غد الثلاثاء جلسة طارئة لهيئة كبار العلماء لبحث تداعيات قرار واشنطن بنقل سفارتها من تل أبيب واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.